قناة ذوق وبنا ترحب بكم، أهلا وسهلا بالجميع. شان لو بونغو سوي لي بيانفوني. غود تيست شانل ويلكم. السلام عليكم متتابعي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. مرحبا بكم في ذوق وبنا، تنوروني وتشرفوني دايما. بعد بسم الله والصلاة على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم راح نشوفوا تدبيرة من ذوق وبنا. اليوم راح نشوفوا تدبيرة في المطبخ، كما يقول المثل الفرنسي تو سو ريكوبير ريان نو سو بير. بسم الله على بركة الله، راح نشوفوا هذه التدبيرة. يعني أخواتي، كي تزايد لنا حاجة ولا من أكل، ما لازمش نرموها، لازم نستغلوها، لازم نحضروا بها وصفة واحدة أخرى، وهكذا نستروا على النعمة وربي يبارك لنا إن شاء الله. اخواتي، كي حضرت الكالامار وزيد لي شويه منه، زيد لي كالامار وزيدت لي هذيك لاصوص، ما رايحاش نرميها وما نقدروش ناكلهم هكذاك وحدهم، ماشي بزاف. انا قلت نعمل بهم وصفه، كنت قلت لكم بلي الكالامار يجي شباب بزاف بالروز، نقدروا نستغلوا هذو لي غيست نتاع الكالامار ونحضروا بهم وصفه ارز. اول هنا عندي لوغي اتيفي، هذاك الروز المفور راح يجي روعة مع هذا الكالامار، وهكذا نكونوا صرنا على هذوك لي غيست. بعد بسم الله، تفضلوا تشوفوا معايا المقادير. هذا هو لي غيست تاع الكالامار نتاع البارح. عندي كاس نتاع الروز، وعندي نضيف شوية تاع البهارات، الروز يبغي كيما القرفة كيما فلفل حلو والكركم. أني يعني ضفت لهنا ملعقة صغيرة نتاع القرفة، وملعقة نتاع فلفل حلو الحمار الحلو أو الفلفل العكري، ولهنا عندي الكركم، ملعقة من الكركم. عندي أيضا الملح على حسب الذوق، وعندي مغرف كبيرة نتاع المارغارين. بسم الله على بركة الله، في الطاجين راح نحط المارغارين، راح نحط هذوك لي مورسون تاع الكالامار نقليهم فيها. راح نغسل هذاك الروز ونخليه على جهه، ومن بعد ما نقلي ونحط هذوك لي زيبيسو كامل، راح نمرق ونطبخ هذاك الروز في هذيك لاصوص. تفضلوا معايا البنات، انا حطيت الطاجين على النار، حطيت فيه هذيك لامارغارين. البنات بعد ما ذابت لنا الزبده، راح نحطوا دوك لي مورسو تاع الكالامار، قطع الكالامار المتبقية راح نزيد نقلوها هنايا. فوالا كتدبيرة نقلوها شوية في هذيك المارغارين. نضيفو لها قطعة صغيرة من البصل، نضيفو لهم نص حبة تاع بصل أخضر هكذا، نقلوهم مليح. شويه راح نضيف البهارات لي زيتيس ونمرق، نخليه يغلي ونطبخ الروز. نخلو راح نعطولو مذاق واحد اخر بالبصل، راح يجي بنين. بعد ما تقلنا شويه البنات، راح نضيفو لي زيتيس ونمرقو على هوانا. فوالا راح نحطو البهارات، الكركم وفلفل الحلو الفلفل الاحمر والقرفه، هذه هي لي زيتيس تاعنا. نخليهمش يتقلاو بزاف على خاطر ينحرقوا لنا، يعطونا مروريه للاكل نتاعنا. هكذا راح نمرق دروك، وكل موجد الماء سخون نمرق الطاجين بالماء سخون، نحط على حساب لا كونتيتي تاع الروز، خاطر هذاك الروز ايتوفي ولا مفور يدي طياب، يعجبني يدي طياب وفين ما يتعجنش، قد ما يطيب ما يتعجنش الروز مفور. راح نضيفو ديك الصلصة نتاع الكالامار اللي كان فيها الكالامار مع هذه المرقة نتاعنا، نزيدو نضيفو الملح، فوالا نضيفو الملح نتاعنا. دايما الماء نديرو على حساب الروز، كيكون عندنا مقدار نتاع الروز نديرو مقدارين من الماء أولا حتى لثلاث مقادير نتاع الماء. دي فوا الروز ما يطيب لناش بالخف، لازم تكون كمية الماء أكثر من الروز،
هكذا بيطيب لنا مليح. نغلقوا على لاصوص ونخلوها تغلي، غير تغلي راح نحطوا هذاك الروز يطبخ فيها. كما قلنا اخواتي، rien ne se perd, tout se récupère، يعني نستغلوا لي غاس اللي يكونوا عندنا. او بدا يغلي الماء اخواتي، او بدات تغلي لاصوص، راح نحطوا هذاك الروز فيها. انا غسلته مليح بالماء سخون. هكذا نقصلو للنار ونخلو الروز نتاعنا يطيب في غرضو، نبلع الطاجين ونخليه يطيب. خطرة على خطرة نحركو في هذاك الروز اخواتي باش ما يسقلناش لتحت في الطاجين. هكذا فوالا، ونخلوه يكمل طيابو. البنات هو بدا يوجد الروز، بدات تنقص هذيك لاصوص. البنات تدبيرة العشاء نتاعنا هاي وجدت، راح نفرغوها في صحن التقديم على بركة الله. بسم الله، الروز بالمرقة يجي بنين، يجي ما شاء الله. يعني نستغلوا بقايا الطعام اخواتي، فوالا شوفوا يجي مزربع، يجي هايل. هذا هو الريحه نتاعو ما شاء الله. البنات هذه كانت تدبيرتنا لنهار اليوم، تدبيره الارز ببقايا الكالامار اللي كنت زينتها بالقليل من طماطم على شكل زهره، والمعدنوس والليمون. ان شاء الله تكون عجبتكم تدبيره اليوم. نبقى لي غير نقولكم شهية طيبة، نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفات أخرى إن شاء الله في ذوق بالنوع. إلى ذلكم الحين، تهلاو في روحكم بزاف بزاف، ربي يوفقكم في قنواتكم. مع السلامة. شكرا جزيلا على متابعة القناة وعلى مشاهدة الفيديو. Thanks for watching the video. Merci d'avoir regardé la vidéo. Don't forget to subscribe and like. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.